سالفة واحد في القصيم، دعينا إلى زواج في القصيم، وجينا في ذا الزواج وكان عندنا ترتيبات مع بعض الأخوان، ونقابل لنا شخص ولا راعي سوالف وراعي علوم وراعي قصص وراعي شعر، بغيبتي يقول لازم تجوني. قلنا تدري؟ قال قلنا مع الزبرة هو اللي عنده برنامجنا. قال الرجل تقهوى عنده العصر لأنه معارف وين ترتيبنا. قلنا بنتقهوى عندك العصر. جينا الرجال وله شاب بنضوه ويرحب ويهلي. من الطرائف والقصص اللي جات على هالرجل يقول انه جاه ضيفان، وين جاه ضيفان؟ جار راح الواحد اللي يبيع عود وغنم، قال ابغى لي ذبيح. راح وجاء في الشبك قال ابغى ذي، قال والله ما تشيلها لين انت تدفع فلوسها يا فلان. قال الرجال امهني عندي رياجيل وكذا. قال مره. قال تدري بيرزقنا الله، هذه 200 عطرة فيها وقية عود، وأنا بروح أدور عند فلان وفلوس وبرسل الولد لك، بس خلني بحط الخيط ذا في رقبة الذبيحة. وراح يجيب العود وهو يقول بسم الله والله أكبر ويذبحه ويحطه في الصندوق ويجيه. عطاه العود وراح، راح البيت وصلخ الذبيحة في بيته وعلقها وجهزها. أرسل ولده قال روح لفلان وعزمه للعشاء. المهم قال الرجال ضيفة ذا برجع عليك بعد المغرب. وراح وله جاي معه بواحد من كبار التجار في القصيم. المهم يا فلان وش علومك؟ قال والله علومي كذا وكذا 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 وكذا. ضحتم وترى أنا عازم إن فلان رايد طلي، أخاف إنه قد فطلها. اكفلوني الربع. قالوا أمشي بساعتك. المهم جاء الرجال وتعشى سب ليه. قال الولد قال عينا عند فلان خروف. أرسل ولده قال ترى عينا اكتفينا من اللي عندك وجزاك الله خير تعال العشاء. قال والله انكذا الخروف. قال تعشى يا رجال ودع بالعافية ويفتح الله عليه يد رزق على يد التاجر ذا، يسدد ديونه ويعطيه ويكسر. سخرها ربي. القصص اللي هذا من تسخير الله له.